بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة عن طريق زراعة نبات الشبت في المنازل. قبل كده كنا عملنا الفجل والجرجير، وبعد كده عملنا الكزبرة. النهاردة إن شاء الله أو في الحلقة ديت إن شاء الله هنشوف طريقة زراعة الشبت في المنازل. طريقة سهلة جدا وما فيهاش أي تعب خالص إن احنا نجرب إن احنا نزرع الحاجات دي في المنازل، سواء إن كان شبت أو كزبرة أو فجل أو جرجير أو أي خضروات بنستعملها على طول في المنازل. فنفضل إنها تكون موجودة عندنا لو عندنا مكان نزرع فيه، لو في جنينة في المنزل، جنينة المنزل أو موجود جنينة للمنزل نزرع في جنب في الجنينة الحاجات ديت. مفيش جنينة في المنزل، فأي أحواض كبيرة أو قصيص كبير نزرع فيه الحاجات ديت، والحاجات دي تبقى مفيدة جدا يا جماعة. بالنسبة إن إحنا بنزرعها في البيوت، أي نعم مش مكلفة، ولكن إن هي بنضمن إن هي حاجة طبيعية عندنا في المنزل، ما فيهاش أي ضرر بالنسبة للمياه بتاعتها، بنرويها من عندنا من الحنفية، ما بنحطش الكيماويات اللي أي حد بيحطها للنبات، بتبقى حاجة طبيعية عندي في المنزل وبستعمل منها، فهي مش مكلفة وطريقة زراعتها سهلة جدا، ودي هنشوفها مع بعض. شفنا قبل كده قلنا الجرجير والفجل، وشفنا بعد كده الكزبرة. النهاردة إن شاء الله في الحلقة ديت هنشوف طريقة زراعة الشبت. بنجيب القصيص اللي نزرع فيه، إن كان حوض أو قصيص نزرع فيه، وبنجيب الطمي. بالنسبة للشبت إن هي النبتة ضعيفة جدا، ولكن بتحتاج للطمي أو التربة اللي أزرع فيها يكون بتحتفظ بالرطوبة شوية، يعني ممكن أعمل خليط بين الطمي والبطمس أو الطمي فقط، وممكن أضيف لها شوية رملة بس ما كترش، لأن الرملة ما بتحتفظش بالرطوبة كتير، أو بلاش رملة خالص، لان زي ما قلنا الشبت بالذات بيحب التربه اللي بتحتفظ بالرطوبه شويه. جبنا الاستاذ اللي ازرع فيه او الحوض اللي ازرع فيه، بعد كده البذور دي بنجيبها من محلات بيع المبيدات الزراعيه او البذور الزراعيه، متوفره عندهم ورخيصه، ممكن الاقيها عند محلات العطاره، ممكن اسال عند العطار اجيب منه بذره الشبت. بنحتاج كميه بسيطه جدا من البذره، ما بنحتاجش كميه كبيره. عايز اوريكم الاول شكل البذره، دي بذور الشبت بشكل اوضح، دي بذور الشبت، بذور دافئه جدا، ولكن هي في الانبات تحتاج طمي او التربه اللي هزرعها فيها يكون بتحتفظ بالرطوبه فتره طويله. خلاص جبنا البذره، الصيص زي دي كده هزرع فيه كميه صغيره خالص، يعني نقدر نقول الشويه دول كده هزرعهم فيها بالطريقه دي كده هما. دول اللي هزرعهم في الصيص ده كده. كل ما كان الصيص كبير كل ما زودت الكميه، طبعا زودنا قبل كده. بعد كده بعمل عمليه توزيع او تفريد البذره في الصيص بتاعي او في الحوض بتاعي بالطريقه اللي هنشوفها مع بعض دي كده. تمام كده وزعنا البذرة بتاع الشبت، بعد كده بنغطي عليها بالطمي، وتقريبا زي ما قلنا كده بنغطي بحوالي نص سنتي طمي على البذرة بتاعتي. Thank you.
تمام كده غطينا البذره بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله خطوه الري، وزي ما قلنا اول ريه لازم تكون ريه مشبعه جدا عشان نضمن ان البذره بتاعتي كلها تنبت ان شاء الله. تمام كده الري، نتقابل ان شاء الله بعد عمليه الانبات. اهلا بكم مره ثانيه في عمليه زراعه نبات الشبت في المنازل بالبذره. ده عمر كده 9 ايام معايا. النبات عندي طبيعي، مش مخدش اي كيماويات، رويته من الحنفيه عندي، مفيش اي مشاكل فيه خالص استعمل منه. طبعا النبات اللي قدامي ده كده عشان نستعمل منه، يعني تقريبا كده بياخد من اول المزرعه البذره لحد ما ابدا اخد منه النبات تقريبا كده 30 يوم. بعد كده طبعا بنقطع النبات من على وش الارض وبنرويه تاني، بيطلع تاني، يعني هو مش بيطلعش مره واحده بس، لا بعد ما بنقطعه بنرويه بيبدا ينبت معايا تاني النبات من غير ما ازرع البذره تاني. بالنسبه للري احنا ممكن نرويه كل يومين او كل 3 ايام حسب جفاف التربه، يعني نقدر نقول كده من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، وتكون ري غمر كل مرة. النبات بيطلع معايا سريع، نمو سريع معايا. زي ما قلنا عملية سهلة جدا، ونتمنى ان انتم تجربوها في المنازل، مش مكلفة معايا ولا حاجة. نبات طبعا الشبت معروف عندنا في المنازل وما نستغناش عنه، سواء في المأكولات او في السلطات، نظرا لقيمته العالية اللي احنا نعرفه طبعا الشبت. شكرا لحسن المشاهدة، كما شرفنا الاشتراك في القناة لنتابع مع بعض وصل كل جديد. شكرا، السلام عليكم.